لك على الراس والعين يا بشير، بس انا هلا ماني حابب اختك ترجع على البيت بهالكام يوم، خليها ببيت اهلها لحتى تتربى. ليك ابو شوكات، عم اقول لك ابي يعمل لها اللازم وامي كمان ما قصرت. انا جاي لعندك لحتى استسمح منك، واقول لك انه اختي غلطت ومنك السماح، ويا سيدي حقك على راسي من فوق. اختك وحده قليله عقل وما بتفهم وما انا مترباية منيح، وبصراحه انا ضاقت اخلاقي منها ومن ضرتها. لا عصام، لهون وبس، ما حبيتها منك بنوب. هي اختي مرباية ومرباية منيح كمان. اخي مرباية لا تواخذنا، بس انت بتعرف شي يا بشير وانا بعرف شي، وهلا ما رح اقدر سامحها لاختك. بعدين بس روق ساعتها بحل الحلة. هيك لكان. ايه هيك، وهذا اللي عندي. ماشي ماشي يا بشوكات، مع السلامة. قال شو حكوا معه؟ ما بيعرف انه اخته وراسها تريس وما بتفهم من اول كلمة. شو قلت ابن عمي؟ مثل ما سمعتي جميلة، بتطب اغراضك وعلى بيت اهلي. ليش انا شو عملت؟ ما سويت شيء، ما سويت شيء بنوب. هيك تبلي. يا بشير تخبرني ليش صوتكم طالع؟ شوفي قلها جميلة على بيت اهلها. قولي على قامتي ليش قلعتها؟ هيك حدا اخو مرائي؟ ايه لا، مو على كيفك، ما رح اخليها تطلع برات البيت قبل ما اعرف شو صاير. معناتها عصام ما رد يرجع هدى، مو هيك؟ هيك يا مو، انا طالع هلا برات البيت، وقسما بالله العظيم اذا رجعت لقيت جميله هون لا تحرم علي طول ما انا عايش. انبسطت هلا؟ انفش قلبك؟ هي خربتي بيت اخوك. قلعت مرتك؟ لك شو جنني؟ لك شلون بتقلع مرتك لبيت اهلها؟ هيك يا بي قلعتها، عصام مكبر راسه ما بده يرجع اختي، وانا ما عاد بدي اياها لجميله. ولك انا بعدتك تحكي معه كلمتين باعتبارك رفيقه وتخبره انه اختك راجعه على بيتها، قوم تتخانق انت وياه. انا ما تخانقت مع حدا يا بي، عصام مدري شو صاير له، قال شو بالوقت الحالي ما جاء على بالي ورجعها لاختي، قلت لحالي وحده بوحده ما بدها قصه. ولك شو دخل مرتك بالموضوع؟ هي شيء وهي شيء ثاني، ولك شو جنيت؟ ايه يا بي جنيت جنيت، ما حدا احسن من هذا. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. عجبك يا ابو طه؟ اجى ليك كحلها معها. بدك تطول بالك معلمي، اذا كبر ابنك خاويه. خلص يا مو، خلص برضاي عليك، حاجه اهري حالي. والله مو معقول الكلام اللي بتعملي، جوزه ما له حق يقلع برات البيت. قال شو؟ كله لانه سلفي عصام ما رد يرجع مرته. شو بدنا نعمل لك بنتي؟ شو بدنا نعمل؟ هي قله العقل يا مو. تقبريني انت حبلة، ما بصير تعملي بحالك هيك. مرت عمي انا رح اعمل لك كاسه يانسون تهديها شوي. كل الحق على اخوك عصام، بيعمل كل فصل، لا بينزل بميزان ولا بابا. لا قال شو بده يتجوز الثالثه كمان. الثالثه كمان؟ يلا يلا يا مو. شوفي مين في عنا؟ جميله اختك عنا. هيك شو يعني؟ صوتك هلا بحكي لك كل شيء. ولك شو في شلشتين؟ لا اله الا الله، لك شو التخبيص لك اخي، شو التخبيص؟ بنات الناس مو لعبه لحتى تاخذهم وتجيبهم على كيفها. ليش هيك عم تحكي معي؟ وشو بدك يعني احكي معك لك عصام؟ اعتز، لا تنسى انه انا اخوك الكبير، وانا بعرف شو عم بتصرف، ماني ولا. بعدين هدول نسواني، وانا حر فيهم، بقلعهم، بطلقهم، بصالحهم، ما حدا له علاقه فيه. عم تفهم؟ أصلاً لو أنت بتعرف شو صاير بيني وبين حريمي ما بتحكي هيك. أخي الكبير على عيني وراسي، بس إنك تقلع نسوانك التنتين هاي مو واردة منوب. الرجال بيعرف كيف يسيس بيته، وهو يتحكم بحريمه مو هنن يتحكموا فيه. أخي الله يرضى عليك، خصمه من الآخر، أنت بالذات لا تتداخل فيه. وبرجع بقلك أنا حر مع نسواني، بساوي اللي بدي إياه، فهمت؟ ماشي، بس لمعلوماتك صهرك بشير قلع جميلة من البيت يا فهمان. بشير قلع أختي من البيت؟ يعني وحدة بوحدة؟ إيه؟ شو علي يا بشير؟ أنت اللي خربتها، وإلا إذا بتلقى الأدمية يا أبو شوكت والمترباية ببيت أهلها. الله وكيلك، بتستر عليك وعولادها، وبتعيشك أحلى حنية مثل حنية أمك وأكتر. بتعمر لك بيتك ولأبنها، لأنه الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون لحتى يعمر. يا عيني عليك يا عمي فارس، بس اللي ما له مرتاح ببيته وما حرمته شو يساوي؟ يطلع. وإذا عنده منه أولاد؟ لا، إذا كان هيك حرام، ما بصير يا أبني، يتجوز عليها، الشرع بيسمح له.
انا هذا اللي ناوي اسويه، بدي اتجوز الثالثه وريح راسي وخلي القدم التنتين ملتهيين بالولاد والبيت. عن جد انت عم تحكي ابو شوكه؟ ايه عن جد عم بحكي. ليش الجواز حرام ولا عيب؟ اي بس انا على حد علمي بعرف انك متجوز ستين نسوه ويكونوا ثلاثه سيدي. هي ما فيها شيء يعني، بس بقى مين هذا الرجال اللي بده يعطيك بنته وانت عندك ستين نسوه؟ اخ والله ما بعرف. قلتك ما بيلتقى ما؟ لك هو ما انه ما بيلتقى، بيلتقى بس بقى تذكرت. ولا فارس ابو النار شبو شبك بساعد ابو شوكات. ابو النار عنده منت على وش جواز، وبعتقد وقت بده يعرف انه انت بدك اياها بتصور ما رح يقول لا. من وين رح يصير له واحد مثلك ابن عز وجاه وشغيل وقبضاي؟ قلت لي بنته لابو النار؟ مثل ما عم اقول لك بنته. اي بقى اذا انت معتمد انا مستعد احكي معه وجسلك النبض يعني. بقى شو قلت؟ فاتحه بالموضوع، لانه مي حلوه انا فاتحه بالموضوع وبعدين يخجلني. لك شو يخجلك ما يخجلك؟ لك ابو شوكات انا رح احكي لك بالموضوع معه وهلا هلا؟ اي نعم. لك ابي حظي بحظي لو عندي انا بنت على وش جواز، لحتى لف لك اياها هيك بالحرير الهندي وقدم لك اياها هديه، ولا بدي منك لا اصفار ولا احمر. لك او شو خلصنا؟ ايه خلصنا ابو فارس. لك يسلموا هالايدين. شو عم تساوي؟ علي الطلاق ما باخذ منك فرنك احمر. اي لا هيك كثير كثير، كل مره ما بتاخذ مني والله عم تخجلني. لك ولو يا ابو فارس ولو، بس بمعيتك يعني. ايه؟ ما تنسى لنا الموضوع رحله. خلاص ولا يهمك، انا اللي برحله. ايه يلا زبط لي اياهم. ايه يعطيك العافيه. مع السلامه يا ابو فارس. مع السلامه. يا عيني عليك انت لو النار، بس ان شاء الله بتطلع حلوه وما تطلع تشبه ابوها. اخ يا مزكي اخ، هاي فريال ما بتتغير ابدا ابدا ما بتتغير. كل ما بقول عقلت يا الله بترجع تي 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 تي، مثل ما رحتي مثل ما اجيتي. بتعرفي منيح لي ما رحت وما هزيت بدني فيها. يا اسمعوا على الحكي، شلون بدك اياهم ضحكتهم متر ويبان سنهم الاخراني وام بشير وفريال بحياتهم ما اتفقوا؟ لك يا بنات عملوا لنا فنجان قهوة نصحي راسنا بقى. حاضر حاضر مرت عمي. ايه سعي، انت شلون ما بتروحي على زيارة ام جوزيف؟ يا سواد وشي منك يا ام جوزيف. لك شلون بدي روح يا ام زكي وبنتي جميلة مقلعة وقاعدة عندي بالبيت من تحت راسها لمقصوفة الرقبة؟ ودخلك؟ شو دخلت لطفية بتقليعة جميلة؟ لك مو هي السبب، هي اللي خلت عصام يطلع خلقه. قام قلعها هي وهدى وبشير، ما قبل على حاله قام قلع لي بنتي جميلة. عجبك؟ لك يا جماعة شو عم يصير؟ لا عينه صابتكم، ما في كلام ما في كلام. بتقول لأبو شوكت العقيد أبو النار بيتشرف في نسبك ونسب عيلتها، مستعد يعطيك بنته على طبق من ذهب. تسلم يا عقيد والله أصلي، بس يعني مشان تكون أنت على ضوء، تعرف إنه عصام عنده جوز نسوان والمحروسة بنتك رح تكون الثالثة، يعني عدم المؤاخذة ضرة على جوز حريم. هالشي ما بيعبول الرجال يا أبو فارس. بعدين عصام أنا بعرفه منيح وبعرف أبوه قبل منه رحمة الله على ترابه. معناتها لروح خبره لك يا عقيد، والله يقدم كل شي فهني خير. آمين يا رب العالمين. يلا السلام عليكم. الله معك أبو الفوارس، مع السلامة. أبو النار وافا؟ لك آي وافا وقال بشرف ونسبه. لك الله تخلي لي اياك يا ابو فارس، الله يخلي لي اياك. لك شيبك شايفك رح تبكي. لك شو رح ابكي يا بعطي قلبكي قال. بس انا مبسوط مبسوط لاني بدي كسر راسه لهدول بالبتين اللي عندي. وينها؟ شو وينها؟ امسك ابو فارس امسك. شو هذا؟ لك هي احسن من اللي قبلها. عم تحكي اكيد؟ لك اصلي لك الله بحيي اصلك، والله لا تدعي لك ام فارس ليل ونهار. هات بوتل. السلام عليكم. وعليكم السلام، مع السلامة. ايه ايش لا ايه ايه ابن عمي لا تنسى تحكي مع عصام. خلص ولا يهمك، هلا ببعت وراه وبحكي معه. بس تقبر قلبي، ما بدي تفهموا انه نحن قاتلين حالنا ودالقين حالنا على ما ترجع له البنت. خلاص لا توصي حريص، لطفية مثل بنتي. يلا بخاطرك، مع السلامة. يا كريم.
حكيت يا عمي مشان عصام؟ لك ايه حكيته ولعي ان شاء الله. يخرب بيتك من حالك شو انك خروق، زنقتي له وبنقتي له عده هو وحماره. وليه لطفيه لا تكوني قاتله حالك على ما ترجعي له. بتعرفي يا مو امبارح بالليل فكرت بكل شيء، طلع عصام معه حق. ايه والله انه هو ما في منه. تقبري قلبي ريتك. ايه لا تقبريني، لا قوي تشدي ايدك ولا تكوني حابه كثير ولك لطوف. ايه ما في رجال طيب وكلهم قشة لفة بده بمسح رقبة. الشاي يا بي. ايه بشير شلون صارت اختي جوزيف؟ الف الحمد لله منيحة، يعني اوقاتي بتتوجع اوقات لا، بس خزيت العين عليها. كل ما بتلاقي حالة قوية بتمسك هالإبرة بتقعد بتشتغل فيها. الله يشفيها بجاه الحبيب المصطفى. آمين يا رب. أبو بشير لهلأ ما رجع. بشير يا ترى وين بده يكون راح؟ يروح وين ما بده يروح، بس ما يورجيني وشه بعد العملة اللي عملها. ابن عمي الله يخليك اصبر عليه، أصلاً الولد ما تصرف هيك إلا من غيرته على أخته. إذا غيران على أخته ما بيعمل هيك، أصلاً مرته ما لها علاقة بين هدى وعصام. بس الحق علي، انا اللي خليته يروح يحكي معه. ما صار شيء ابن عمي، والله ما صار شيء. بكره بتهدى الامور وبترجع لمجاريها. هذا بشير. لا مو بشير، هذا الحكيم حمزه مر علي وقال بده يجي يشق على ام جوزيف. فوتي لجوا لاخذ له طريق. امرك. يلا يلا جاي. غلطت؟ ايه سيدي غلطت. زلمه خانق هو وحرمته وقلع على بيت اهله. لك شو ذنب اخته لحتى تجازيا؟ هلا هي بجوز ما ذنب شيء، بس الواحد عنده كلام لك عبدو. انا ما حملني عقلي عن كلامتي، كل شيء بيرخص. خلصت لك بشيرو، خلصت بقى. لك والله عيب عليكم انت وعصام توصل الامور بيناتكم لهون. عيب. لك انتوا رفقه اولاد حاره وعشره عمر من قبل ما تتصاهروا. قول هذا الحكي لإله. عصام ما ترك ارني لا للصحبه ولا للرفقه ولا حتى للمصاهره.